موت بخدمتك يا حسين. لا ماما يظل حي بحياتك خالد بذكرك يا روحي وينسي مثل البشر هيهات. خلود وياك قطرة من شرف بحرك يموت بخدمتك يا حسين. لا مات يظل حي بحياتك خالد بذكرك يروح وينسي مثل البشر هيهات. خلود وياك قطرة من شرف بحرك قضى سنين عمره والطفوف وياه يطوف بمسرعك تشتعل نيرانه. ذكرك بالصلاة وياه ما ينسى وتربة كربلاء وانوار إيمانه. قضى سنين عمره والطفوف وياه يطوف بمصرعك تشتعل نيرانه. ذكرك بالصلاة وياه ما ينسى تربة كربلاء وانوار إيمانه. دمعت سجدته وطفك على مصلى وايات الصلاة تنور حزنانة. سبح الطين قبرك باركت يمناه ولوعة ذبحتك والذكر بلسانه. ما ينسى بحزين ولا بفرح حاشا وراياتك قماطة وثوب أجفانه. تسبيح بهمومك والنفس آهات يا باب الكرامة لا يذب كترك. يتعنى الضريحك بالطفوف يزور يمشي لك عقيدة وصافية النية. كل خطوة حزن بيها وقلب مكسور وخدود بدموع الشوق مطلية. يتعلى الضريحك بالطفوف يزور يمشي لك عقيدة وصافي النية. كل خطوة حزين بيها وقلب مكسور وخدود بدموع الشوق مطلية. سلوان بحياته والسياح قبور يتمثل ملك يحسب خطاويه. يتأمل طفل فوق الصدر منحور ويموت بحسرته وتصرخ نواحي. 82 صوت 82 عضو صوتوا في هذه الانتخابات بنسبة تقريبا 55.5% من عدد الجمعية العمومية. 82 صوت بنسبة 55% نسبة التصويت. فالحين بس بنبدأ في قراءة هذا واحنا نعد هني لما نطلع ان شاء الله النتيجة النهائية. هيبة طلعته ومقرون بالمنبر جديدة حسرته بعاشور لما يعود وبوابة حياته فتحة المنحى. واخد دمعتك خده وثياب السود هيبة طلعته ومقرون بالمنبر جديدة حسرته بعاشور لما تعود وبوابة حياته
فتحة المنحى يلطم عالصدر والعين تبكي ردود وتتجلى المصيبة وضيعة الخدة كفيلك عالنهر والراية ويا الجود وغدير من الدم بعينه هالمنظر تالي المحضرك رد ورجع يا طول لابد يلتقيك ويلتقي بحيدر مجروح وفؤاده ينزف الحسرات مكسور بمصابك ينك يا حسين لا ماما يظل حي بحياتك خالد بذكرك يا روحي وينسي مثل البشر هيهات خلود وياك قطرة من شرف بحرك يموت بخدمتك يا حسين لا ماما يظل حي بحياتك خالد بذكرك يروح وينسي مثل البشر هيهات خلود وياك قطرة من شرف بحرك قضى سنين عمره والطفوف وياه يطوف بمصر بالإضافة إلى العضو حسن عبد الله العريبي اللي طبع كل هذه شو اسمه البنرات والاستمارات وصمم لنا كل أعمال أوراق الأسماء بس أول شيء نذكر بعض الأرقام ذكرنا أنه اللي صوتوا 82 عضو من أعضاء الجمعية الأمورية 82 عضو 81 صوت صحيح وواحد صوت باطل باعتبار صوت أكثر من 7 أعضاء زين أنت النتائج شفتون هيكم نعلنها الثلاثة أعضاء حصلوا على نفس الأصوات بس على حسب الترتيب هنا بالأبجلي أحمد الزاير على 75 صوت وجعفر أحمد جعفر على 75 صوت وعلي عبد النبي سلمان مدن على 75 صوت ثلاثة الأعضاء على نفس الأصوات العضو الرابع اللي حصل على المركز الرابع اللي هو الشيخ حسن على 69 صوت العضو الخامس علي عبد الله صالح على 68 صوت والعضو السادس ابراهيم منصور العريبي على 59 صوت واخيرا السيد هاشم سيد محمد على 58 صوت الاحتياط كمان جماعة أعضاء الاحتياط احتياطي أول محمود محمد سرمان العريبي 34 صوت حسين منصور العريبي احتياط ثاني 27 صوت احتياط ثالث علي يوسف العريبي على 22 صوت هذا على حسب يمكن اللائحة الداخلية للمأتم لو انسحب أحد الأعضاء السبعة الفائزين في المقاعد يجي له الاحتياط الأول ويجي الاحتياط الثاني على حسب اللائحة الداخلية للمكتب. بالنسبة إلى الانتخابات بعد ما انقرها بعد ما نتأكد مرة ثانية من هذه إن شاء الله نتيجة إن شاء الله ما تتغير بس إحنا ما بنعلن عنها ونوقع عليها ونقدمها إلى الإدارة الجديدة إلا بعد ما نتأكد إن شاء الله بكرة تقدم النتيجة النهائية إلى الإدارة ما بتختلف إن شاء الله ولكن هي تقديم رسمي إلى الإدارة واسمحوا لنا على أي تقصير بدل منا والصراحة أصلاً إحنا التجاوز الكبير من قبل الإدارة ومن قبل أعضاء المأتم في إنجاح هذه الانتخابات وإن شاء الله لنا الشرف الكبير في خدمة هذه المهاتم وخدمة المجتمع بشكل كبير وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.
الخلق والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هدوء شباب. موصول للجنة الانتخابات المشرفة على هذه الانتخابات التي في الواقع نعتبرها فرصة يعني سابقة في الواقع، وأعتقد بأنه على حسب فهمي أن العدد 55 نسبة 55 ونص أظن، هذه بالنسبة إلى يعني الانتخابات الماضية نتيجة أفضل فعلا كما عبر اللي هو إبراهيم والعمتي الله يخليه أبو حسن لأنه عرس انتخابي، ونحن في الواقع استأنسنا كثيرا فرحنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه إلى الأمام أكثر. نشكركم أنتم في الواقع تفضلتم، ويعني إحنا الشكر موصول لكم ولجميع من جاء نيابة، أنا أتكلم نيابة عن الإدارة السابقة، أشكركم على هذا الجهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان أعمالكم وحسناتكم، وأن لا يخلينا من وجوهكم النيرة. وفقكم الله، أفلح من صلى على محمد وآل محمد.